لنا جار يعني ترك لشعبه تراثا كله يعني أسلحة، لا بد لهذه الأسلحة أن تمضي إلى مكان. وفي العهد الإخواني تم التغاضي كثيرا عن هذه الأسلحة، فصار هؤلاء يعني لنقولها النهضة أو الحركة التي تريد أن تؤسلم مجتمعا مسلما سنيا مالكيا، يريد أن يخلعوا بابا هو في حد ذاته باب مفتوح. نحن صرنا يعني نحيا على وقع هذه السلفية الجهادية التي بدأت تعشش في جبال جبل الشعامبي، ربما سمعتم به. إذا بنا نفاجأ بأن هذه الرقعة، هذا الجبل، هذه المنطقة التي فيها يعني بيئة حتى حيوانية شرسة، دخل إليها ناس أكثر شراسة ربما حتى من الذئاب والثعالب. نحن إزاء طبقة سياسية حاكمة لا يهمها ولا ترعوي ولا تستحي، ليس في وجهها مكان للحياة. تقول له أنت سرقت فيضحك، أنت قتلت فيضحك. أنا أعيش بوعي أني يتيم الدولة، أعمل وأنفق على كتبي، أنشرها على حسابي وما إلى ذلك، وغيري كثير، لست وحدي، لست في الميدان وحدي، هناك فرق مسرحية تعيش على الأمل، على الأمل البسام، على أمل أن غدا هو أحلى من هذا اليوم. فالمسرحيون والسينمائيون وأهل الفن التشكيلي وكتاب القصة القصيرة والشعراء كلهم الحقيقة يعني لم يتوقفوا، بالعكس ازدادوا شراسة، وصار أمامهم يعني عدو، أعلن أنه عدو لهم. النصر في تونس يراد أن يكون مبرمجا، فعلى النهضة أن تنتصر ولو أدى الأمر إلى كسر إرادة الشعب التونسي. فهذا دليل على أن النهضة تريد أن تنفذ برنامجا خارجا عن تونس. عندما يواجه الشاعر بالساطور والكاميرا تواجه بالعصي والحجارة، فهذا يعني اختلال الحوار. ولكي يعيش أو لكي نعيش أو لكي يمكن أن نعيش تحت سماء واحدة لابد أن ننضبط. والعالم الذي يتقدم وكل يوم يخترع وكل يوم يجن الفلاسفة ويجن العلماء، ونحن ماذا نفعل؟ نحن ننادي من أجل يعني جهاد النكاح وغيرها من الأشياء التي تسخر بالعقل وتسخر بالطاقة. الشعب نفسه في حالة رفض لهذه، الجسم الشعبي رفض له. يكفي أن أقول لك في تونس لا تجد أحدا يمشي في الشارع ويقول أنا من الحزب الحاكم أو أنا نهضاوي، يكفي هذا. حتى في أعماق تونس فإن أغلب الناس يعني يشعرون بأن هذا الذي يريد أن يلقنهم الدين هو نوع من الغمة، أرادوا أن يكون الدين قطعة أرض لهم، يعني لا يجوز لأحد أن 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 يكون فيها أو متواجدا على أرضها. عندما يأتي يعني الشيخ القرضاوي ويأمل في تونس، فإني أقول له رغم أني لست فقيها فضائيا مثله، أقول له يمكن أن يحدث في تونس ما حدث في مصر ولكن بتوابل تونسية،
وسنعمل. أنا لست في أي حزب ولكني أقول لك سنعمل. الشعر قد لا يجد نفسه كثيرا في هذه التحولات، ربما كغليان، ولكن كنوعية ربما هو مطلوب منه المباشرة، مطلوب منه أن يحكي، مطلوب منه أن يهجر الرمز. وهذه مرحلة يتعرض لها الجميع، على الشاعر أن يتسلح بكل أسلحة الجمال وينجز ثورته في الشعر. أما في المجتمع يمكن أن يساعد قليلا، لأن الشاعر هو غير الصحفي.